كأن شيئاً ما يحرضه على الإنصات تحت شمس الظهيرة، أو كأن اللحن يحمل ذكريات بلاده وأسرته البعيدة. لقد قررت الحرب بالنيابة عنه واختارت أن يكون هنا. على حافة شارع مكتظ يقف محمد وأمثاله الكثير من سائقي الدراجات النارية في مهمة البحث عن مصدر دخل يعول من خلاله أسرهم الفقيرة. أنا محمد الجرباني من المحويت قادم، جيت إلى هنا أطلب الله وشاقع لأسرتين، أسرة في البلاد وأسرة هنا. إنه الحنين في زمن الحرب ومحاولة نسيان التعب وراء لقمة العيش في دروب النهارات المخنوقة بواقع معيشي هو الأسوأ. وعلى دراجة نارية كهذه تتعلق الآمال، ويتحصل هؤلاء رزقهم اليومي يقل أو يزيد، لكنه يمثل الكثير في يوميات بلاد انعدمت فيها مصادر الدخل وتوقفت فرص العمل. حين ما فيش عيش فوق دباب إلا فوق مطر، حين الجن حين 1050 غازة ما فيش البائعين الله الحمد لله. وسيلة نقل وحيدة يتنقل به السكان في ظل غياب مركبات الأجرة في هذه المدينة. ووفقا لإحصائيات إدارة المرور بالجوف، فإن أكثر من 300 دراجة نارية ويزيد تم ترقيمها مؤخرا، ولم تتوقف أعدادها عن التزايد يوما بعد آخر. بلغ عدد الدراجات المرقمة إلى الآن 300 دراجة نارية، ولا زالت الأعداد تتزايد، ولا زالت الدراجات التي بدون أرقام داخل الأسواق والحارات بكثرة. فيعني ان هذه الدراجات هي تعتبر الوسيله الوحيده للمواصلات. انها الدراجات الناريه، وعلى الرغم من خطرها وكثره حوادثها، الا انها بالنسبه لهؤلاء الواقفين تحت الشمس الباحثين عن القوت الضروري اغلى ما يملكونه وسط الجفاف وفصول المعاناه الممتده، التي ورغم اتساع هوتها لم ينقطع خيط الامل ولحن الحياه. على هذه الدراجات النارية يعتمد محمد ومثله الكثير من الأسر اليمنية المتضررة من الصراع وما أنتجته الحرب من واقع سيء قلما يجد فيه المواطنون ما يسد رمق معيشتهم اليومية. علي الجرادي، قناة بلقيس، الجوف.